انت الحقيقه يعني شاركتي في عدد من الاعمال وفنانه موهوبه ولفتي نظر ان الجمهور وحبوكي، وفجاه قمتي طالعه وانت لسه كده بتقولي يا هادي، قلت لهم انا مش مكمله، وبعدين رجعتي بعد كده كملتي. خليني اسالك، هو انت ليه اصلا اخدتي قرار الاعتزال؟ بصي، انا كنت بعدي فتره اكتئاب، وكانت فتره الاكتئاب دي اب داون كده طول الوقت معايا، فروحت للمنطقه دي. عاده اي حد بيجيله فتره اكتئاب شديده ممكن ياخد اي قرارات متسرعه، ممكن بدون اي تفكير. حصل لي يعني عدم توازن، هزه. بس هو كان مجرد اكتئاب، حاجات شخصيه اثرت على الفن، ولا كان في مشاكل في الفن بالنسبه لك انت حاسه انك مش هتقدري تتعايشي معاها؟ حاجات كتير عملي لخبطه انا كانوها، فما كنتش متزنه في الفتره دي تماما. طيب قولي لي ايه اللي حصل بعدها؟ احنا انا شفت الحقيقه، كنت شفت رد فعل كمان زملاء ليكي في الفن، ليه يا نهى وليه بتعملي كده وارجعي؟ انا عايزه اعرف رد الفعل اللي حصل، مين اكتر الناس اللي سندوكي وقالوا لك ده ليه بتعملي الخطوه دي اصلا؟ بصراحة في ناس كتير كلمتني وفي ناس كتير سندتني، ويمكن الفترة دي على قد ما هي كانت شديدة قوي عليا، يعني شفت الناس قد ايه بتحبني وقد ايه وجودي فارق معاهم، وبصراحة هو ده يعني اللي اداني بوش لقدام. طيب قولي انت لما اخدتي بقى قرار الرجوع اخدتيه برضو على اساس ايه؟ بصراحة أنا يعني عملت شوية حاجات، او العدول اكتر يعني. يعني عملت شوية حاجات خلتني أبقى أحسن شوية كانوها. رحت اللايف كوتش طبعا، بصراحة كنت رحت الناس بتعالج بالطاقة، يعني حاولت أظبط نفسي أنا كانوها. وأنا حتى لما جيت أخدت القرار ده أنا كنت كاتبة بالظبط كده، أنا مش عارفة هو صح ولا غلط، ما كنتش متزنة تماما فعلا. بصي انا طبعا مقدره صراحتك واللي انت بتتكلمي، يعني الطريقه حتى اللي انت بتحكي بيها دلوقتي واللي انت بتقوليه انا شايفه الصراحه انه يتنافى مع، واعتقد ان ده وصل لك بعد ما اخذتي قرار الاعتزال وعدلتي عنه. اول حاجه طبعا اتقالت ده كان شو على السوشيال ميديا وشو اعلامي، شفتي ده ازاي؟ بصي اقول لك على حاجه، انا يمكن من اكتر الحاجات اللي ضحكتني موضوع ان انا بعمل ده شو، المقربين ليا واللي عارفين نوعا على المستوى الشخصي عارفين ان انا بعيدا كل البعد عن المنطقه دي. وانا كنت حتى يعني في الفتره اللي انا بشتغل فيها مقصره جدا في السوشيال ميديا، ومقصره جدا انا اروح اعمل الفوتوشوت او انا مقصره. فاللي عارفني عارف ان انا ما بروحش لمنطقه الشو او مركزه، بالعكس انا بقى لما رجعت ركزت في الحاجات اللي انا كنت فعلا مقصره فيها، لان المعطيات اتغيرت والسوشيال ميديا مهمه والمفروض اعمل كل فتره فوتوشوت. الحاجات دي انا كنت مقصره فيها، بالعكس انا لو انا بتاعت شو كنت الحاجات دي ابقى مركزه فيها بس. وبمناسبة ان لو انت بتاعت شو كنت مركزة اكتر في السوشيال ميديا، انت شايفة الفن دلوقتي، بنسمع ان الناس بتقول لك ده الفن دلوقتي بيختار الممثلين على اساس عندها كام لايك وكام فولور على السوشيال ميديا، الكلام ده حقيقي ولا لسه الموهبة بتفرض نفسها؟ ضحكتي. بصي هقول لك على حاجة، انا صريحة، المعطيات اتغيرت والسوشيال ميديا مهمة جدا جدا، وسلاح يعني سلاح ذو حدين فعلا. يعني على قد ما هي ممكن تلاقيها بتشهر ناس وفجأة ناس ما نعرفش عنهم حاجة بيتشهروا، وطبعا انت عارفة مثلا زي مثلا انا لما قلت حاجة زي كده في اتهامات، يعني زي ما بتعمل نجاح وبتنجم ساعات بتأذي، هي سلاح ذو حدين. بس برضو الموهبة والحاجة الكويسة بتفضل حتى لو مفيش سوشيال ميديا. طيب خلينا بقى نتكلم في الموهبة والحاجات الحلوة. الحارس اللي بيذاع يعني على شاهد في اي بي، كلميني عن التجربة في المشاركة في الحارس، وعايزة أعرف إن شايفة إزاي تجربة شاهد في اي بي اللي مكسرة الدنيا دلوقتي. هي تجربة حلوة جدا وجديدة ومختلفة. أنا كنت مشاركة يعني ضيفة شرف، ما كانش دور رئيسي، وكنت مبسوطة جدا أنا موجودة مع المجموعة، وكان أول تعاون بيني وبين ياسمين رئيس، وتاني تعاون بيني وبين فيشاوي، فكنت مبسوطة جدا. وفكرة إن يبقى في منصات زي شاهد وزي حاجات تانية، يعني دي فكرة جديدة وحلوة، أنا مبسوطة بيها. واضح كده كده إن في